سي لطفي بن جدو، وكيل الجمهورية بالقصرين لدى المحكمة الابتدائية بالقصرين، قاضي التحقيق اللي أفادنا بتحقيق ميداني معمق ومدقق حول قضية شهداء تالا والقصرين. مرحبا بك. وبيك عايش كاتك الساعة. بون، أنا عندي 23 سنة بريسك قضاء، منهم 21 سنة في القسري. 21 سنة في القسري. بون، من قبل الوقت اللي أنا شد الشغل وأنا قاضي صغير، فهمني الناس كانت تحبني خاطر فعلا شكاو بيا الأعراف، وهذا يحب يفقرنا وهذا مدري شنو. خديت وقتها أنا صديق كبير ياسر، وكنت النوب رئيس المحكمة، وكنت بون عازب وقتها مشي معرس، فهمتني نخدم هنا ونهز، فهمتني خدمتي للدار، عندي بيرو في الدار، نصل لساعتين ثلاثة، يعني القضاء أمانة، يعني فهمتني. أنا نرى أنه القاضي يزمو معناها ما يكفيش أنه يكون نظيف، يزمو يجتهد، ما يكفيش أنه يجتهد، يزمو ما يحكمش بالتليفون، خاطر عندنا قضاة نظاف، لكنه يخاف يحكم بالتليفون، وعندنا قضاة معناها شو اسمه إداريين برشا. وعندنا قضاة شو اسمه معناها لاباس عليهم انضاف، لكن معناها علميا اضعاف وما يجتهدش. القاضي يلزمه يكون علميا مكتمل، واذا كان معناها علميا ما عندوش معناها شو اسمه الكفاءة الكاملة، يلزمه يجتهد باش يحقق الكفاءة الكاملة، حتى في اي دوسي نجم يحل عليه مئات الكتب وفقه قضاء وغيره وغيره وغيره. كي شدت التحقيق خذيت معناها ممكن حبيتني الناس اكثر، لانه صاي قضيه دخلت عندي يعرف الواحد، معناها صاي دخلت عند فلان، معناها والت الناس تشكي علاش قضيتي انا ما تدخلش عند فلان. هذه بديت نحس انه الناس بدات تحبني، يعني والت شكايه جايه علاش قضيتي انا ما تدخلش في مكتب التحقيق الثاني، فهمتني. ثم صادف وقتها انه ثم برشا انحراف في القاسمين، وقفت رئيس مركز نتاع العيون، وقفت رئيس مركز وقتها محافظ نتاع سبيتلة، وقفت رئيس منطقة زادة، فهمتني. ثم جاء عماد الترابلسي في 2003 وما قضيتلوش، الناس كلها وطردوا، فهمتني. خديت وقتها معناها الناس كلها تتحدث في الشوارع، جاء فلان وطردوا، هما طردتوش، انا قلت ما نجمش نقضي لك. جاء في قضايا، في قضية معناها ناس تحفر في الباتريمون نتاع سبيتلا، المحميه نتاع سبيتلا، جماعه ترابلسي يحفروا هما وجماعه اخرين، فهمتني، لاباس بيهم زاد في فورم بيزنطي، شاهدوهم جماعه سبيتلا مشاو جابوا الحرس، لخاطر معناها هذاك المنتزه نتاع سبيتلا ديما في السيف وقتها في الاثار، معناها ينتزه ديجا امطار يحفروا، فهمتني، شوف الوقاحه معناها في المحميه نتاع سبيتلا. دونك معناها جابوهم لي انا هاك التحقيق، عملت بطاقه ايداع ثلاثه، 20 شهيد لا تعكس ما جرى بالقسم التالي، بل معناها انهم كالشهداء الاحياء والمضروبين بالرصاص هم اللي يعكسوا حقيقة ما حدث، لانهم بالعشرات، فهمتني، ان لم اقل بالمئات. دونك معناها 20 شهيد ما تعطيش شنو حدث بالرسمي، فهمتني، في طيلة الايام هذيك من 8 من 7 ل 14 ما تعطيش، معناها ما تعطيش صورة واضحة، لكن معناها كل صورة الحديد، فهمتني، في الأكتاف وفي الرجلين، وفي ثم واحد شكون، ثم واحد عنده حديد في كتفه، هذا الكل حديد، وفي رجليه هذا من حديد، لا نجم يرقد على الجنب هذا، لا نجم يرقد على الجنب هذا، معناها عذاب صافي. أنا يجوني معناها مشيت لهم حتى لديارهم خاطر ما ينجموش يخرجوا، لأن يجوني حتى الجلوس مرات ما ينجموش يجلسوا، فهمتني، وقت نبدا نسمع فيهم. ثم معناها بريمون، ثم بالحق كشهداء أحياء معناها في القاسمين التالي. هذه قصرين
قضية الثورة بالنسبة لتلا والقسرين، نحب نأكد أنه ثم برشا عراقيل حالت دون انطلاق الأبحاث في وقتها، خاطر فتح بحث تحقيقي كان في 25 فبراير، حال أنه كان من المفروض أنه على الأقل معناها في الأيام الأولى لهروب الرئيس المخلوع، معناها في 14 15 16 في 15 يوم التي تلت الثورة، معناها في جانفي، حتى ما يمكنش معناها طمس معالم الجرائم، جمع الخراطيش، جمع كل شو اسمه لي بومبا غاز، فهمتني، من لدن معناها الجرحى واهالي القسرين. مع الاسف كان وقتها ثم نقاش حاد حول من سيتعهدوا بالبحث في قضايا الثوره ما بين لجنه تقصي الحقائق وما بين النيابه العموميه، هذا خلى معناها اخر فتح البحث التحقيقي. من جهه اخرى صحيح الرئيس السابق غادر البلاد يوم 14 من شهر جانفي 2011، لكن بقاو الشادين معناها مفاصل الاداره، بقاو معناها هما من اتباعه، من ذلك انه اللي كان شاد المفاصل شاد المصالح الوكيل الدولة العام مدير مصالح عدلية كان صهر، توا معناها الناس كل تعرف لطفي الدواس، لذلك النيابة العمومية كانت تخضع بالضرورة إلى وزير العدل ومن معه، معناها بالضرورة مدير مصالح وكيل الدولة العام مدير مصالح عدلية اللي هو الثاني بعد وزير العدل. دونك هذا الشيء زاد منع فتح بحث تحقيقي في الابان. بون يوم 25 فبري فتح بحث تحقيقي تحت ضغط من القضاة والمحامين والنقابيين، بناء على شكايتين، احدهما رفعها المحامون والثانية رفعها اعضاء لجنة حماية الثورة انذاك، وكانت معناها الشكايات هذه عبارة عن عريضة فيها أسماء مقتضبة نتاع جرحى وعائلات شهداء. طلب مني، فتح بحث تحقيق في 25 فبري، طلب مني إجراء اللازم. وقتها كما قال المتنبي، ذراني والفلات بلا دليل ووجهي والهجير بلا لثام، أو كما يقال معناها هم يقيدونه بأصفاد من حديد ويقول له هلم إلى السباق فأنت حر، أو رماه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. هذه كل خطر بقينا حائرين، إحنا ما عندناش حتى عون باش ينجم معناها يدخل معناها حياء حي الزهور وقتها، ولا معناها حي النور ولا تالا، مستحيل على الأعوان يدخلوا في الفترة هذيك معناها مدينة تالا أو أحياء القسرين، خاصة إذا كانوا بلباس أزرق، يعني حتى الاستدعاء معناها ما كانش ممكن. بون فكرنا بإعانة بعض المحامين، بإعانة بعض العاملين معناها من المحكمة منهم بعض الجرحى، عملنا أبيل، كان عملنا اللي مضروب فهمتني واللي جرح واللي ضرب الكرتوش واللي استشهد له معناها شهيد اثناء الثوره يتفضل راهو فتح بحث تحقيقي. والحقيقه سمعت الناس فهمتني كانوا يحبوني في القسرين، سمعوا الناس ان القضيه باش نتولاها انا، وهما طلبوا من هذاك من قبل من 25 من قبل 25 فبراير يتصلوا بيا، مي ما كنتش نيابه عموميه، انا ما نجمش تعهد واحد يلزم نيابه عموميه تفتح بحث تحقيقي. تفاجأت معناها بكثرة الوافدين، يحبوا. كان عندي خياري،
أما نبدأ نعمل على روحنا، نبدأ نسمع ولا نعمل كما فعل بقية قضاة التحقيق، أسند إنابة قضائية إلى فرقة القضايا الإجرامية بتونس ونبقى نتفرج. بون، فرقة القضايا الإجرامية بتونس ما لها إلا تخضع للمدير الأمن، تخضع المدراء، فهمتني، مدير الأمن، المدير العام، المدير الأمن العمومي، المدير العام للأمن. فكرت فمعناها باش تكون إسناد إنابة غير ناجع. فعملت على الرحمن وبديت نخدم أنا وكاتبي معناها مع نسمع بالأربعين بالـ45 شخص في النهار. سمعت، عملت كريتير معينين خاطر ماك تعرف مش سهل زاده معناها باش تصفي، معناها دخل الناس وكل كجرحى ثورة. هذا يرى التاريخ، فهمتني، التاريخ معناها يطالبنا من بعد، فهمتني، يلزم معناها معايير معينة باش معناها تحدد من هو جريح ثورة ومن هو الشهيد. كان معناها الهدف في المرة الأولى الساعة نحدو الجرحى والشهداء، شكون هم الجرحى الثورة، شكون هم الشهداء. وفعلا اشترطت على كل جريح انه يقدم لي شهادة أولية معناها من طبيب صحة عمومية تاريخها قبل 14 جانفي. اشترطت عليه انه يجيب لي بينة مستفيضة انه أصيب أثناء شو اسمه المظاهرات والاحتجاجات التي جدت أثناء الثورة. وثم معناها انتدبت لجنة طبية معناها متكونة من 3 أطباء أخصائيين في تحديد الأضرار البدنية وفهمني وكان كيف بالطريقة ذيك معناها كيفنا غربنا الجرحى خاصة، لأنه يعني شهداء باينين، شهداء واضحين، معناها لمدنا ليزوتوبسين تاعهم، تقارير التشريح الطبي، وجدنا من حسن الحظ تقارير جلها موجودة عند الطبيب الشرعي زين بن عبد الله لأنهم خضعوا للتشريح، وبعض الآخرين الذين نقلوا إلى مستشفيات جامعية. وجدنا معناها رابور كامل نتاع العملية ونتاع أسباب وفاتهم. دونك ما عندناش مشكلة في تحديد الشهداء في القصرين اللي هما 6 في تالا و14 في القصرين في حي الزهور حي النور بالتحديد. بديت معناها نسمع توصل مرات حتى 50 شخص في النهار، فهمتني. تنقلت لتالا لخاطر ثم ناس ما ينجمش يجيب شهود وما ينجمش ما يوفر حتى معناها معلوم التنقل للشهود نتاعو. ثم ناس معناها طريحة الفراش مضروبة بالكرتوش في أجسادها في أكثر من موضع. دونك معناها تنقلت أنا وكاتبي وسائق المحكمة الابتدائية إلى ناحيه تالا، حتى انه معناها الشبان نتاع الجرحى هما اللي تولوا الحجابه، فهمتني. 4 ولا 5 ايام سمعنا فيهم ما شاء الله من جرحى تالا، سمعنا شهادات حيه، فهمتني، سمعنا اطباء كيفاش يقع تهديدهم ومنع منحهم من اغاثه الجرحى والشهداء. سمعنا سائقي سياره اسعاف اللي اطلقوا عليهم النار واللي عنفوهم واللي معناها نزلوهم معناها أجبروهم على النزول من السيارة والجثوم على ركبتيهم، فهمتني، وشهروا في وجوههم الأسلحة الرشاشة. سمعنا حتى مدير إقليم الحرس الوطني بالقصرين، رئيس منطقة الحرس الوطني بتالا، رئيس منطقة الحرس الوطني بالقصرين زادا، ليأكدون أنه في تالا معناها شاهدوا وعاينوا بأنفسهم معناها خلع الأبواب بواسطة معناها القنابل المسيلة للدموع، وشاهدوا معناها في المنازل نتاع تالا اللي هي عبارة عن أحواش عربي في وسط المنازل وفوق السطوع، سقوط معناها العشرات من القنابل المسيلة للدموع. ومعناها وتلقينا زادة معناها أقوال ضباط وأقوال في الشرطة، وكانت خطيرة جدا. أنا نتذكر معناها ضابط معناها تابع للشرطة العدلية كيفاش يوصف لي في كيف أصيب الشهيد بالقاسم الغضباني والشهيد الغضباني الآخر، هو فهمتني شاهد كيفية استشهاده.
وأكد لي أنه معناها عن بعد 300 متر ما كانوش في مواجهة معناها ويمثلوا خطر على لا معناها مؤسسات الدولة ولا معناها أشخاص أعوان النظام العام الذين كانوا يواجهوهم، وحتى معناها الإصابة جاتهم معناها من قناصة من فوق. هذا ضابط معناها منتمي إلى الشرطة العدلية يحكي في هكا. زاد ثم ضباط معناها في تالا تحدثوا على كيفية قتل شو اسمه، كيفية استهداف حاملي جثامين الشهداء إلى منازلهم، من المستشفى إلى منازلهم. كيفاش معناها جنرال يوسف عبد العزيز معناها بكل برود دم يهز التليفون ويكلم أعرافه، يكلم مدير بودريجا، مدير معناها النظام العام، أعوان النظام العام، وفهمني ويزعم انه معناها هجموا عليهم في المركز فاضطروا الى اطلاق النار، حال ان معناها اطلاق النار تم على بعد 5 ولا 6 كيلومتر من المركز، ومن اللي خلى معناها زوز اعوان تابعين لمركز تالا يقلبوا عليه البيرو، فهمتني، وتم ايقافهم، ولولا الثوره كانوا في عداد المفقودين، ولا شوف مصيرهم ساكن هذو. معناها هذه ما معناها عينات. ثم نساء معناها ثم امرأة اسمها رتيبة بقت معناها ثم مشاهد بقت عالقة في ذهني، معناها كيف امرأة التاج لها بولعابي مضروب بأربع كرتوشات في صدره، حطته في حجرها، فهمتني، كيفاش معناها خلطوا عليها عوان النظام العام وعفسوا له على الكرتوش، فهمتني، في صدره بغية، معناها ما نعرفش، زهق روحه تماما. والمرأة تصيح وتندب وما ياخذوش بالسياحة. والده وقت اللي جاب شي يهزه هو قريب وشهروا عليه الأسلحة، كان كي معناها رجع مرة ثانية باش معناها نجم يخرج، فهمني، يخرج ولده، فهمني، وقال لهم اضربوني معناها ما عادش ما. فما مشاهد أعوان البوب وهم شو اسمه يخلعوا في المتاجر نتاع تالا ويضربوا فيها النار باش يدفاوا عليها، فهمني، خاطر وقت في جان في معناها برودة تالا معروفة، اما معناها يخلعوها عنوة وغصبا ويتلفوا معناها ما داخل المتاجر، ثم معناها يدفعوا على كل الابواب وكل الشبابيك وكل. ثم مشهد اخر فني هو مشهد الحمام نتاع حي الزهور اللي بقى عالق في معناها بقى في ذاكرتي، وهو كيفاش معناها زوز ولا ثلاثة هما وقت اللي اطلقوا النار على مشيعي جنازة المرحوم لا إله إلا الله محمد رسول الله، محمد أمين مباركي، محمد أمين مبارك، يعطيك الصحة. نهار 8 هما هابطين بالجنازة نتاعو، فهمتني، نهار 9 عفوا الصباح هابطين بالجنازة نتاعو يزغرطوا معناها على الشهيد. فهذاك الأمر استفز رجال النظام العام، ف خلطوا على النساء، فهمتني، وأطلقوا النار على مشيع الجنازة وأطلقوا عليهم القنابل المسيلة للدموع. لجأت البعض من النساء إلى الحمام القريب من ساحة الشهداء، أغلقوا عليهم الحمام ورموا الداخل، فهمتني، في الحمام رموا معناها قنابل مسيلة للدموع داخل لداخل من النساء، فهمتني، وأغمي عليهن. ولولا انه البعض من المثقفات الداخل عندهم بورتابلوات استنجدوا معناها بالحمايه المدنيه اللي جاو، وهم يهزوا فيهم الحمايه المدنيه، فهمتني، ويغطوا فيهم بالطبليات نتاعهم خاطر كانوا عليا، فهمتني، والاخرين يعتدوا عليهم بالعنف معناها بضربهن، فهمتني، وهن عاريات. هذا زاد مشهد غريب لخاطر معناها يندوا على المألوف ويخرجوا على المتعارف عنه. معناها زاد انا نتذكر جيدا معناها 3 طباخة كانوا في تالا معناها يتناول عندهم معناها بعض الضباط معناها وجبات الفطور والعشاء. هالطباخة هذوما يأكدوا، سمعتهم 3 انه يعني الضباط هذوما لو سات وهما يفطروا، فهمتني، قالوا انا غدوه ما نروح كان كي معناها نهبط 3 4،
تصور هذايا معناها هو يوصفوهم حتى بالكرادو نتاعهم فهمتني، تم وصف دقيق نتاعهم واكدوه ثلاثه فهمتني، سمعتهم انا حرصت على اني نسمعهم ثلاثه اكدوا الشيء هذايا. فما زاد ضابط معناها في الحمايه المدنيه وهو في الكاميون نتاعو في مهمه في تالا، شهد مناقشه يوسف الجنرال يوسف عبد العزيز وهو والضباط نتاعو، وقت اللي عطاهم الامر قال لهم غدوه منكم لهم، هما ناموه كيفاش معناها ضابطين النفس، فجابهم معناها بكل معناها برد دم غدوه منكم لهم، وفعلا من غدوه سقطت الضحايا لويت سقطت الضحايا. السماعات كانت كثيفه سواء في تالا ولا في الكسرين، لكن معناها شو اسمه من بعد فكرنا شنو يلزمنا نعملوا، خاطر ما عندناش وسائل احنا فهمتني، ما عندي حتى وسيله باش نخدم بها. تعرف معناها احنا جريمه قتل عاديه يلزم بحث استقصائي بوليسي ساعه فهمتني، خاطر معناها حكام التحقيق راهم مش مؤهلين باش معناها يعملوا بحث بوليسي دو ا جوسكا زاد، البحث البوليسي في بلاصتو وحكام التحقيق من بعده يكيفوا القضية يحطوها على سكة يشوفوا معناها يتلافوا النقائص. لكن انا تو ما عنديش بحث ابتدائي نخدم معاه، ما عنديش معناها شو اسمه العمل الاستقرائي البوليسي اللي معناها يجيب الادله واللي يجمع القرائن، هذاك الكل مالوريزمون ما عندناش فهمتني، لانه ما ينجموش يكون الشرطه معناها خصم وحكم فهمتني. هذا بالاضافه هذا علاوه على انه الشرطه حد ذاتها كانت عازه وقت هذاك، معناها كانوا هما في حد ذاتهم معناها في صدمه معناها خاطر الانابات اللي اعطاوها حكام التحقيق الاخرين الكل بقات فهمتني هكاك معناها بقات مجمده لدى اداره الشرطه العدليه في تونس، وما تقدمتش فهمتني قيد انم على خاطر معناها الناس الكل منين باش يبداو وكيفاش باش يبداو وشنو الوسائل، وهم حتى معناها قدومهم معناها للقاصرين وتالا وغيرها فهمتني كان صعب جدا، معناها شكون باش يسمعوا اسكو المواطنين معناها باش تتفاعل معاهم ولا. ثم وقتها معناها نقمة كبيرة ياسر على الأمن بصفة عامة والزي الأزرق معناها الشرطة بصفة خاصة. بديت نجمع في الأدلة بون تبين ولا وقع كشف النقاب عن ضلوع بعض شو اسمه بعض الضباط في 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 قضية مواقع في تالا والقاسرين. بون اول ما عملنا بطاقه جلب دوليه ضد الرئيس المخلوع، اجراءاتها كانت معقده شويه لكن تمكنا منه يجاوبنا الانتربول فهمتني ويتعهد معناها بتنفيذها، وثم تفاجأنا بانه الانتربول نتاع فرنسا خاصه فهمتني يبعث لنا احنا كحكام تحقيق فهمتني يرد عليا ويطلب مني التعهد بعدم تنفيذ عقوبه الاعدام باش ينفذوا معناها بطاقه جلب في الانتربول. ووقتها معناها استغربت لانه قاضي التحقيق معناها مش هو اللي سيصدر الحكومه ولا مشرع، معناها هذا يصدر على الفرنسيس ما حتى هم عندهم غلطهم، معناها غلط كيف هكا معناها نورمالمون انا ما كنتش نصورها انه تصدر على الانتربول الفرنسي. كيف يطلب من قاضي التحقيق اللي هو مش مشرع انه يعني يتعهد بعدم تطبيق عقوبه الاعدام، ثم ان يعرفوه انه قاضي باحث هو ما يصدرش العقوبه، هو يبحث ويحيي. ثم اصدرت 15 بطاقه تجلب، منهم منصف العجين، منهم منصف كريف وقتها لسوء الحظ ترقى ولا مدير الامن الرئاسي، منهم شو اسمه عياشي بن سوسيه ووائل ملولي موجودين معناها، وزدت وجهت عليهم التهمه قبل ما اصدر عليهم بطاقه جلب بانه اصدار بطاقه جلب ضدهم معناتها تقتضي اصدار معناها توجيه التهم عليهم، وجهت عليهم تهم القتل العمد مع سابقيه الاضمار ومحاوله القتل العمد، ووافقتني النيابه على ذلك وتبنته، اصبح عندي في دوسي ما يقارب 20 متهما. بطاقة جلب ظلت حبرا على ورق، انا في الوقت هذاك ما زلت نسمع ونامل انه كل مره ينجموش يجيبوا لي معناها على الاقل معناها شو اسمه هذا رئيس مركز القاصرين اللي الناس شافوه يضرب بزوز فروده كيف كروعات البقر فهمتني، وتوالت الشهادات فهمتني اكثر من 30 شهاده ضده فهمتني، هذا وسام الورثتين ثم واحدة أخرى زادة معناها
تحس انه جماعه تالي كانوا نقمين عليها برشا، هذه الضابطه ربح السماري. ربح السماري، لاني وانا استغرب كيفاش خذيت 6 اشهر، لاني معناها فهمني، لاني واحد برك عملته فتق مزدوج حاشاك في محاشم اللي هو عمل عليه 2 و3 عمليات وربما يصبح عنين أو عاجز جنسيا، هذه معناها تتجاوز اكتفوا لها ب6 اشهر، رغم كل انه المتضررين من العنف نتاعها للامانه هي الشهادات الكل لا تؤدي الى كونها كانت تحمل مسدسا، لكنها كانت تقوده في اعوان النظام العام، وكانت معناها المرشد نتاعهم في تالا، فهمتني، اللي تهزهم ليلا اللي شو اسمه منازل الثوار وغيرهم وغيرهم، وكانت تعتدي بالعنف الشديد، كانت معناها تتجاوز حد السلطة، فهمتني، وتعذب، فهمتني، في المراكز. لما شهادات كبيرة ياسر ضد كيفاش كانت معناها تمعن في تعذيب معناها الموقوفين وقتها اللي ألقوا عليهم القبض في في في, في المظاهرات والاحتجاجات، ومعناها شنو كانها تحب تلفت انتباه معناها شو اسمه الجنرال يوسف عبد العزيز، كما قالوا لي جماعة الكل كانت تتفنن حتى في الضرب، فهمتني، بحضوره هو خاصة. هذه مالوريزمون معناها اكتفوا لها ب6 اشهر، فهمتني. وهل كانت هنالك شهادات حول حالات اغتصاب سي لطفي؟ والله اغتصاب بي 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 بالمعنى القانوني للاغتصاب، فهمتني، الاركان والخطر الاركان نتاعو الاغتصاب تقتضي معناها توفر اركان معينه، منها شو اسمه المواقعه بالقوه وغيرها وغيرها، ما ثماش، ثم تحرش جنسي، تحرش جنسي ربما، وفهمني هذا معناها صرحت به احدى شو اسمه محتفظ بهن في تالا، ثم هالاعوان هذوما اللي في تالا، ثم واحد يحمل لقب العابي، وثم عون اخر، هما الزوز اصيلي بلده تالا اللي قلبوا المكتب على يوسف عبد العزيز وقت اللي معناها هز سماعه التليفون ليله 8 من شهر جانفي 2011، واوهم رئيسه المباشر اللي هو وقتها معناها بودريغا انه معناها هجموا عليهم في المركز، وهذوما توقفوا وجاو هنا وتوقفوا، ورفض للامانه زاد رئيس منطقه زيتون انه يقبلهم، خاطر علاش؟ خاطر خوفا من رده فعل زملائهم، وظلوا موقوفين، رجعوهم لتالو ظلوا موقوفين ومتسيبوا، كان معناها بعد 14 جانفي، فهمتني، اللي احتجوا على المسرحيه اللي كان اللي احتجوا على المسرحيه هذه. بينما معناها شو اسمه اعوان الامن في القصير هما معناها اعوان الامن اللي يخدموا في البلاد، يعني هما اكثر اولاد البلاد سحبوهم، هما ما واجهوش خاطر ممكن نظروا لبعيد انه من بعد ربما معناها يتولاوا الامن، هما سحبوهم وما واجهوش، اللي واجهوا هما اعوان النظام العام قرابة 3000 معناها عاون جاو للتالا والقاسرين، وفهمني معناها خارج مدينة القاسرين، خاطر حتى عوان النظام العام ثكنت الفوج نتاع القاسرين ما دخلتش، بل بالعكس تم زوز عوان بوب شاركوا، معناها زوز عوان يحملوا لقب رتيبي يظهر لي شاركوا في قذف في رشق اعوان النظام العام بالحجاب. ويعني صار سي لطفي استخراج رصاصات من اجساد الشهداء. احنا لو 8 ولو 9 ولو 10 ولو 11 ولو 12 هذوما اللي وقعت فيهم معناها سقوط ضحايا في القاسرين التالي. وقتها زين العابدين كان يحكم، فهمتني؟ فهمني صعب جدا على انه اي طبيب باش يحتفظ برصاصه، وان كان معناها عمل بسيط، واي ابسط طبيب باش يحطه في معناها في كيس صغير يحط الرصاصه، هذا تعودنا عليها احنا بجرائم القتل العاديه. مي انا وقت لي 25 فبراير معناها بعد نهارين بالضبط تواجهت المستشفى الجهوي بالقاسرين، اتصلت بالاطباء الجراحه واتصلت بالطبيب الشرعي واتصلت بالمدير المستشفى، ولم احصل على اي رصاصه مستخرجه من اجساد الشهداء او من اجسام الجرحى، ما تحصلتش لسوء الحظ، لانه ممكن معناها كان رعب شديد ينتابهم، فهمتني، فاتلفوا الرصاصات او ما استخرجوهاش ولا
أما ثم رصاصات أخرى، ثم مجموعة من الرصاصات فهمتني اللي أدلوا لي بها الجرحى فهمتني وعائلات الشهداء، وثم مجموعة من ممكن زوز شكاير كبار فهمتني لمدناهم من القنابل المسيلة للدموع على مختلف أنواعها، منها ما هو معناها منتهي الصلاحية، ومنها ما هو صنع في إسرائيل، ومنها ما هو معد للسيطرة على الحيوانات الضارية. هذا الكل استعملوه، ممكن كي ما كانوش يتوقعوا الاحتجاجات وقوة الاحتجاجات، فسمضوا حتى كل المنتهي الصلاحية فهمتني، ثم التجأوا إلى استعمال معناها كل شو اسمه القنابل المسيلة للدموع التي تستعمل عادة ضد الحيوانات الضارية فهمتني. هذا موجود وكله محجوز وسلمناه، سلمته بيدي معناها القاضي التحقيق العسكري. التحقيق اللي قمت به سي لطفي دام شهرين و15 يوم، ومن بعد احيلت القضيه للقضاء العسكري، ونعرف اللي ما لقيتش وقت يعني او ما لقيتش مجال باش تكمل التحقيق هذا. ثم سؤال يفرض نفسه في خضم التحقيق الاولي اللي قمت به، هل تعرضتم سي لطفي للتهديد او الضغط من اي نوع كان؟ 8 اكتوبر طلبني رئيس مدير الشرطة العادية بتونس، وقال لي احنا راه باش نجيبوا لك الجنرال عبد العزيز والمدير العام للأمن الوطني القاسرين. بون انا قلت فهمتني، حضرت روحي فهمتني، وحضرت الجيش هنا، وحضرت معناها تعزيزات أمنية كبيرة ياسر، خاطر معناها تعرف هذوما الزوز مطلوبين يفتكوا بهم معناها جماعة القاسرين، وفي سرية تامة معناها حضرناهم واستعدت معناها وحضرت سنطقاتهم على أساس ما راني الا انه مع ماضي ساعه فهمي يكلمني مدير الشرطه العدليه ويعلمني انه تعذر معناها راه وقفوا بالقيروان، خاطر ثم معناها ثم الكياس مسكر ويخافوا من الحاجب، على مستوى الحاجب انه يفكوا لهم الاشخاص هذوما ولا يعتدوا عليهم. فاتصلت بوزاره العدل فهمتني، خاطر انا شنو وقتها معناها شوف انا الناس كل حتى في ثقه كبيره ياسر، وانا حبيت معناها كيف نهدأ من روع عائلات الشهداء بأني نقوم بعمل يستنوه فهمتني ليهم برشا، غدوة من غدوة نوفمبر أبريل عيد الشهداء، عمل شو اسمه معنوي فهمتني، هاو معناها حقوق مش ضايعة. للأسف فهمتني طلبني مع ماضي ساعة مدير الشرطة عليه قال لي ما نجموش نواصلوا، أور هو كانوا ينجموا يستنجدوا بالجيش الوطني من قريه من الباطن، غادي كانوا ينجموا يستنجدوا بالقوات الوحده قوات منطقه الامن تاع القروان، وهما ديجا معناها 5 ل6 كراب كتف وكتل كلهم جدعان فهمتني، الواحد فهمتني واحد طوله 2 متر. عرفناها احنا كي وقت اللي كلمت وزاره العدل عرفناها كاينها معناها لعبه، كاينها معناها مسرحيه. بون انا خيروني شو باش نعمل فهمتني، قلت لهم نمشي القروان فهمتني، نهبط له انا نهبط لهم الضمه، اما عطونا مكان امين معناها. انا اشترطت انه لسه انتقاد توقع في ثكنه، ما توقعش في قطر في محكمه ولا في، وفعلا فهمتني. بعد ممكن ساعه زاد كلموني قالوا لي سي هم باش يدخلوهم سكنه الباطن فهمتني، سكنه الباطن هي ثاني ثكنه في الجمهوريه التونسيه فهمتني. توجهت انا وعملت الاجراءات القانونيه يلزمني معناها، نعلم معناها وكيل جمهوريه القيروان تلقى الفصل 58 من الاجراءات الجزائيه اني جاي باش نعمل فهمتني عمل اجرائي فهمتني باش نستنطق زوز في مرجع النظر نتاعو. علمت وكيل جمهوريه القاسرين، وعلمت وكيل جمهوريه انا قاضي التحقيق وكيل جمهوريه القيروان بالفاكس من بعد ما عملت تقارير تطبق الفصل 58، واتجهت انا والكاتب نتاعي وسائق المحكمة والمساعد الأول لوكيل الجمهورية نحو ممكن وصلنا في لقيت بعد هذا الدنيا وقتها في أبريل يعني بدأت نفس النهار. من اللي دخلت وشفت الجنرال يوسف عبد العزيز عرفته من الوصف اللي عرفته مباشرة، كانوا ياكلوا في الماكلة مع الجنرالات الآخرين فهمتني، هو ومدير الأمن سي عادل التويري كان معاهم محامي
بالهجالة، لقبه بالهجالة. وفروا لنا معناها ساعة شو اسمه قاعة في الاستنطاقات. بديت نستنطق في شو اسمه الجنرال يوسف عبد العزيز، ما جاوبش على أسئلتي، علاش تستعمل في القنابل المسيلة للدموع بيريمي، علاش تستعمل فيها معناها مباشرة تضرب معناها في، علاش تضرب بها فوق الديار، علاش معناها بدأ معناها القتل في يوم واحد، علاش؟ الأجوبة كانت فاجأت الجنرال يوسف عبد العزيز، لأنه يحسب ما عنديش حتى معطى وأنا عندي معطيات كبيرة ياسر، فهمتني؟ لمتها علاش أتكلم كيف هكا أمام معناها ضابط، وسميت له الضابط نتاع الشرطة، الشرطة على الحماية المدنية، علاش توعد الآخرين معناها منكم معناها منكم لهم، وعلاش بدأ القتل بعدك الإشارة هذيك، علاش فهمتني زوز الضباط هذوما فهمتني قلبوا عليك البيرو فهمتني، وعلاش تعطي في معطيات غالطة، علاش معناها ثم فرم اللي معناها شديته وما خليتوش معناها يهز معناها شو اسمه جريح فهمتني، وجبدت عليه الرشاش وذكرت له الاسم، علاش علاش معناها. المحامي تفاجأ، طلب التأخير فهمتني لإعداد وسائل الدفاع معناها، وطلب التأخير للسنطرة، وانترو طون معناها الراجل معناها كان عنده شو اسمه بورتابل نتاعو، كانت عنده معناها أدواته فهمتني، ثم أشار للمساعد وكيل الجمهورية فهمتني أنه معناها ما فهمتوش، حتى من بعده الراجل عنده هو المسدس فهمتني، وكاين وحب يورينا المسدس معناها، ولا واحد عمره 58 ودموي كيف هكاك باش يضيع مستقبله، وممكن يجرؤ انه يعمل برشا حوايج فهمتني. وقت اللي قانونيا معناها ممنوع عليه يدخل في بطاقة جلب، يلزم يجردوه حتى من وثائقه الشخصية، شو بورتابل وفرد فهمتني، معناها جايبينهم باش يروح، مش جايبينهم باش يتوقف. بون، اصدرت بطاقة ايداع ضده هو، اصدرت بطاقة ايداع ضد العادل التويري، وكانت المفاجأة انه اللي جايبينهم واحد يضرب ايده على حيطي يحلها، رئيس منطقة الأمن الوطني في القيروان ضرب راسه على حيط، كانت ردة فعل الأعوان معناها شديدة شديدة، معناها خاطر علاش؟ خاطر عادل التيوري يتمتع بشعبية بين أعوان الأمن فهمتني، هما أساسا على عادل التيوري مش على يوسف عبد العزيز. لاحظ الجنرال بالحاج رئيس الآمرة نتاع الثكنة ردة الفعل العجيبة نتاع وانتم جايبينهم معناها ببطاقة جلب، كيفاش معناها تعملوا كيف هكاك وقت اللي سمعتوا انه فيهم بطاقة ايداع، يعني خرجهم الكل فهمتني، ما عادش عندكم ما تعملوا هنا جماعة الشرطة العدلية فهمتني، روحوا بالكتف وكات نتاعهم، بل شيعتهم معناها شو اسمه كمينك الطويلة فهمتني، وشو اسمه وعقيد خرجوا وراهم شيعهم معناها دي كيلومتر معناها في اتجاه تونس، باش ما خايفين على بون. عملت فيهم بطاقة ايداع في المرناقية معناها، جاو لي زونتيغون نتاع الطلائع نتاع السجن نتاع سجن القروان، وخرجوا لهم زوز كمين كبار سي بالحاج باش معناها وصلوهم للمرناقية فهمتني. بون هذوك زوز مشيت لهم ما جابوهمش فهمتني. من بعد انا نقرا باش نتاخ، خاطر ما كملش السنطاقم يلزمني نطلع شو اسمه للعوينه، السنطاقم في العوينه خاطر معناها انا اخرت لهم بناء على طلب شو اسمه الدفاع نتاعي، باش نكمل السنطاقم هما، وباش نستنطق فهمتني وزير الداخليه وزاره الداخليه الزوز، وباش نستنطق شو اسمه السرياتي علي السرياتي، وباش نسمع 4 و5 شهود طلبه معناها سماحهم شو اسمه جنرال يوسف عبد العزيز من ضباط الضباط وعادل التويري، من 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 ضباط السامين اللي يشتغلوا في الوزاره وقتها فهمتني. انا نعد في نخرج في معناها القوانين نتاع هيكله وزاره الداخليه والقوانين الاساسيه العامه نتاع الامن وقانون كل فصيل وحده فهمتني، نحضر في الاستنطاقات، تفاجأت بالفصل 22 من القانون الأساسي لقوات القوات شو اسمه الأمن الداخلي، القانون العام هذا نتاعهم
يقول لك فهمتني أثناء المظاهرات فهمتني ولا الاحتجاجات ولا الثورات فهمتني، راه معناها إذا كان معناها أعوان الأمن طرف في المحكمة العسكرية. أنا في بروية في الدار كيف هكا بقيت ممكن معناها شو اسمه كاين كون صب علي يستل الماء، ولا بقيت ممكن ساعتين وأنا مفكر فهمتني الناس الأمان نتاع الناس و اللي حطوها فيا والكل، وهني مش مختصة انا فهمتني الفصل 22 واضح، ولسوء الحظ انه فصل معناها جزائي اجرائي استثنائي معناها يخضع بالضرورة للتأويل الضيق، ما فيش دواء معناها ما فيش بو على الاقل ثم سولاجمون هنا اني انا يلزمني نكمل نستنطق فهمتني، يعني نجم نمشي للعوينة بناء على قرارات الاتهام ونكمل الاستنطاقات نتاعي فهمتني. وفعلا فهمتني من بعد بتقدم الابحاث مشيت طلعت العوينه، دخلنا 9 نتاع الصباح خرجنا فهمتني 4 نتاع الصباح من غدو، واحنا نستنطقوا في نفس الـ في نفس الـ سمعت رفيق الحاج قاسم حضروا له اساتذه جامعيين قروني يجي 8 حضروا الاستنطاق سؤال جواب علاش تستعملوا في فهمتني في المعدات معناها وخاصة معناها القنابل المسيلة للدموع والقنابل الغازية فهمتني منتهية الصلاحية، قال لي ما نعرفش كيفاش تمت العمليات كيفاش تم الواحد، قال لي أنا ثم خلية في وزارة الداخلية أي كلها من مدراء الأمن هي اللي فهمتني أنا ما نعطيش الأوردر مباشرة يعني الكل عبرها هي فهمتني هو شكون شو اسمه جمع 3000 باب يا اخي نهار 8 في الليل فهمتني نهار 8 جانفي في الليل بدأ القتل في بعد 9 ليلا في حي الزهور وفي حي النور وفي تالا فهمتني في وقت واحد بقيادات مختلفة، ألا يعد هذا معناها أمر بالقتل فهمتني؟ ما جاوبنيش فهمتني تعلة الدفاع الشرعي عندكم مش معناها بوليس توفى في القصرين وتالا عملت فيه بطاقة ايداع فهمتني دونك ثم الخبر ثم رد الخبر ثم معناها المختصة ثم الإرشاد ثم معناها العدلية ثم الحرس، وفي بعد هذا الكل معناها الكرتوس تواصل من 8 ل 13 وجماعة يقول لك ما في علميش ومش عارف وثم كراس الأحداث وثم نعرف احنا في القانون في اسمه الشرطة في تونس كانت معناها عقيدتها الأوامر فهمتني، وأكثرش من أنه معناها خطاب فهمتني الرئيس المخلوع يزم الكرتوش، ما معنى يزم الكرتوش هذا معناها سمعته تونس كان العالم أجمع هي معناها ثم أوامر بالكرتوش سبقت معناها النهي عن استعماله، دونك معناها هذيك حتى في التحييد فهمتني انا خذيتها ديجا معناها رئيس الدوله وقت يقول لي ولكن رئيس الدوله حسب الهيكله نتاع وزاره الداخليه ونتاع قوات الامن يامر مباشره وزير الداخليه ووزير الداخليه يامر المدراء نتاعو وكل معناها شو اسمه ضابط مسؤول عن منظوريه فهمتني وعن افعاله، هذا معناها قوانينهم هما اش تقول معناها اذا كان باش نحاسبهم بقوانينهم هما فهمتني، كرتوش هذايا يضرب العظم ويدشدش فهمتني يضرب الاعصاب ويدشدشها معناها يتفجر الداخل معناها كرتوش نوع خاص معناها مش اللي يستعملوا فيه مش مجرد كرتوش عادي معناها وقت تقول انت معناها قضيه فارغه برشا يقول قضيه فارغه قضيه فارغه كمل انت قضيه تحقيق عسكري فهمتني باش تكمل نحن ما كملناش بدينا، واذا كان قضيه التحقيق العسكري ديت اللي تقول له قضيه فارغه علاش تايد فيها علاش ما رجعتهاش لاجراء المكافحات، انا ما نعرفش نورمالمون ديت اللي ترجعها لاجراء المكافحات لازم لان المكافحات تجيب برشا حوايج، ثم دائرة الجنائية الأولى هي دائرة محكمة أصل تنجم معناها تتلافى النقائص فهمتني اللي كان معناها نتاع القضية، ثم الدائرة الجنائية التوا فهمتني هذه ثانية عندها مطلق الصلاحية وعندها الصلاحية التامة باش معناها تتلافى جميع النقائص فهمتني، تقولك سي حربة كاملة كملناها في 6 أشهر احنا جريمة تحققت نبقوا فيها عام وعام ونص ونلوجوا على ديان ونلوجوا على التحاليل الجينية والتحليل الباثولوجية ما عادش كما بكري لازم التحاليل كل تجرى ونبقوا نستناها حتى تجينا من المستشفيات الجامعية وتسمع وتعمل إنابات وتعمل هذايا رغم أنه عندك وقت بحث ابتدائي مختص في القتل فهمني يجمع في الأدلة
ورغم ذلك ثم مع بعض الجرائم قد تبقى 3 و4 سنوات حتى في فرنسا وحتى في الولايات المتحدة الأمريكية. احنا مطلوب من انه قاضي التحقيق العسكري كمل فهمتني في 6 أشهر. كيفاش حربة حربة معناها دامت معناها بريسكا بدات قبل من 7 تم مضروبين من قبل 7 القتل صحيح بقى بدا 8 جانفي لكن المضروبين بالكرتوش والموقوفين والمحتفظ بهم اللي تكسرت ايديهم واللي فهمتني عندهم عاهات من جراء العنف فهمتني راه معناها بدا من اخر ديسمبر فهمتني من اخر ديسمبر في تالا. وبالله نحب نشير حاجه اللي ثم نسين حاجه هامه جدا لو انه بالله تحقق فيها الخطر اللي تبين الحقيقه. راهي الحكايه بدات في ريانه قبل تالا والقسرين. راهو الكرتوش بدا في فريانه واللي تضربوا فهمتني بالكرتوش تضربوا بفريانه. فريانه واللي توقفوا فهمتني في عند قاضي التحقيق الاول انذاك توقفوا يجي 10 من فريانه فهمتني هما اللي قادوا المظاهرات معناها في اخر ديسمبر. دونك معناها راهو نسينهم جماعه فريانه اللي معناها وقع فيها معناها وقت فيها مواجهات عنيفه جدا وفيها برشا مضروبين بالكرتوش ومضروبين معناها مصابين اصابات خطيره جدا فهمتني. هذه نسينها الله غالب فهمتني. ما هي راهي بدات في فريانه ثم في تالا والقسرينه مع بعض. لحسن الحظ اني ما ثماش معناها وفيات في فريانه فهمتني. اما زاد من 2000 وراه ثم بعد انتفاضه الحوض المنجمي ثم انتفاضه فريانه زاد في 2009 ولا 2008 وثم معناها عشرات وقع ايقافهم معناها ومحاكمتهم. هذا خاطر المدينة هذه ما خذاش حظها والجرحى هذوما ما خذاوش حظهم. 1500 صفحة القضية كاملة ممكن ما نعرفش فيها 1200 سماع زادش معناها قضية التحقيق العسكري 100 سماع نتحدث ديما بصفة تقريبية. مي من الصفحات كي تشوفهم 1500 ببطاقة الجلب بالمكاتبات ثم مكاتبة هامة جدا فهمتني اللي هي خرجت من هنا 15 مارس واللي هي مظروفة بملف القضية. هي فهمتني مكاتبة لمدير العام للتنسيق الجهوي بوزارة الداخلية باش يعطينا أسماء الأفواج والفرق نتاع النظام العام اللي جات لحي النور وبالتواريخ وحي الزهور وتالا. هذيك ظلت دون جوابي لحد الآن. مدير لأنه العام. علاش هذيك علاش هامة جدا؟ لأنه توا أنا كي تعطيني هذايا محمد خضراوي برشا شهداء برشا شهود قال لك ضربات القناصة اللي هي فوق الفارماسي نتاع حي الزهور. وهو طل من وراء الجامع طار فهمتني راسه بالكاسكيت فهمتني طار مخه بالكاسكيت فهمتني. هذه الناس كل تؤكدها. لو انه انا تعطيني الفوج هذاك تاع جابس ولا تاع نابل ولا انا قداش فيهم من امراه انا القناصه هذه بسهوله لخاطر كانت كل ما تضرب تصيح الي وتعمل هكا لشعرها معناها تنحي الشابو يعني عارفينها الناس وشافوها ولاحظوها. وثم حتى شكون ضربها بكانتوله راه فما شكون طلع لها وضربها بكنتوله وداخت وهزوها اصحابها هربوها فهمتني. واحنا انا كنت ناوي باش نمشي ندور المصحات والواحد باش نعرف اسمها فهمتني كيفاش دخلت وكيفاش داوها فهمتني. مي الله غالب انا في فهمتني شهرين و15 يوم ياسر كانت النوايا كنت باش نعمل وكنت باش نمشي كنت بون هذاك التخطيط عامل وانا خاطر كنت نحسب روحي معناها متعهد تماما. لكن وقت اللي تخليت معناها ما عادش نجم نعمل حتى شيء لانه كل الاعمال اللي باش تعملها من بعد باطله. انا كتبت المدير هذا باش يعطيني الافواج اللي جات لتالا والواحد خاطر انا ثم بعض الشهادات تقول لك هذايا اللي ضرب فلان الفلاني راهو معناها حامل 3 نجوم. انا كي تعطيني الفوج طبعا فيهم نقيب واحد باش نطلعوا فهمتني 3 نجوم راهو علاش المكاتبه هذيك هامه جدا. يعني انا هالقناصه هذه نجم نطلعها قد ثم من قناصه في فوج جابس مثلا باش تظهر امراه ولا اثنين فهمتني وراهو بين ظفرين مفهوم القناص. القناصه ممكن 200 شاهد اكدوا وجود القناصه. احنا القضاة شفناهم في لوكاتورز شافوهم القضاة نتاع المحكمة الكل شافوهم معناها فوق اسوار البنايات العالية الكل. دونك هذا القول انه ما ثمش قناصة هذا يدحضه معناها شو اسمه الشهود فهمتني ممكن 200 شاهد اكدوا وجود القناصة وصفوهم وصفا دقيق مش هكاك بل انه ساكني اللي ساكن بحذا الفارماسي هو اللي يؤكد زاد انهم شدوا عليه الواحد وطلعوا لفوق فهمتني. هذا معناها المتساكنين تاع المنازل اللي طلعوا فوقها فهمتني يؤكدوا معناها وجود القناص. دونك القناصه موجودين والقناص راه مش بالمعنى الحرفي. احنا رانا ما نتحدثوش على القناصه اللي يعملوا لهم دي ستاج فهمتني 5 سنوات في روسيا وفي الولايات المتحده الامريكيه. ذوكم راهم قناصه للتصفيه ذوما راهم يواجهوا في مجموعه فهمتني للتفريق معناها ما يحتاجوش لدقه كبيره ياسر.
كل انسان يعتني سطحه وعنده بندقيه معناها بمكبر يصبح قناص بالضروره، فهمتني؟ دونك مش من مفهوم الحرف الى القناص. احنا هنا كل فرقه عندها رامي ولا اثنين مهره، هم يعطوهم معناها شو اسمه هذه شو اسمه مهمه القنص، يعني معناها انت باش تضرب في المجموعه ماكش باش تقنا باش تصفي واحد عن بعد، فهمتني كيف؟ الامر المنوط فعله شو اسمه المنوط فعله للقناص الحرفي معناها بما بالمعنى الحرفي للكلمه. والداخليه قال لك معناها عندها تراكن شفاعه يا رسول الله، معناها باش تفهمها يلزمك تبقى فيها 3-4 سنوات باش تفهم ايش عندك في الداخليه، لانه معناها يلزمها بالحق الداخليه يلزمها تتقسم. الولايات تابعين الداخليه، المعتمدين تابعين الداخليه، الامن تابع الداخليه. يلزم الداخليه بالفاسون هذه ما نجم يسيطر على حد. يلزم الداخليه تتقسم، فهمتني؟ تصبح معناها شو اسمه البلديات، فهمتني؟ ولا والولايات تابعه، فهمتني؟ فهمتني لوزاره الجماعات العموميه، فهمتني؟ والامن طبقة الداخليه عندها الامن بمفهوم الضيق، فهمتني؟ باش نجم تسيطر على ما عرفش هذا معناها رايي انا، خاطر حسب ما انا ما نشوف ثم الداخليه وزير الداخليه باش يوصل يفهم الداخليه راهو فريمون متاهه، فهمتني؟ علي سرياتي قبل ما نمشي له عملت 5 مكاتبات للمدير العام للحرس للامن الرئاسي والمدراء التابعين، جاوبوني ب5 مكاتبات انه ما ثم حتى حرس رئاسي توجه الى مدينه القازرين، لانه عددهم 2500، فهمتني؟ و2500 فهمتني عددهم 2500 و2500 قال لك احنا عاجزين عن حمايه القصور، كيفاش معنا واستنجدنا بالطلاء عند الحرس الوطني. دونك بالنسبه لنا احنا ما عندناش معناها وقت ولا عندنا معناها افكتيف كافي باش نمشوا، فهمتني؟ للقصرين ما عندناش علاش، وهذا فعلا معناها ثابت ب5 مكتبات مضروبه بملف القضيه، 5 مكتبات رسميه. دونك زاد علي سرياتي بالنسبه لي انا في القصرين قد يكون هو اليد الطولة اللي ضربت لي به ليلى في تونس ولا في مناطق اخرى، لكن انا معناها متعهد بقضيه ولايه القصرين. بالنسبه لعلي سرياتي ما عنديش باش ندلل لك انه معناها مش كيما صوروني معناها انه انسان يحب يغامر ويوقف الناس الكل باش ياخذوا، فهمني؟ باش ياخذوا شعبين. كنت بسهوله تامه وقتها، وقت الناس كل تشجع على انك وقت اللي وقفتهم والله ما يكلمني حد، مش ما يكلم بالعكس يباركوا معناها، فهمتني؟ يباركوا معناها الفعل اللي عملته، لكن الحقيقه ذيك الحقيقه، فهمتني؟ بالنسبه لي انا اللوجه الحقيقه مش مظلم حتى حد. دونك معناها وبالنسبه للسي لطفي فما واقعه صارت في قدام منطقه الحرس نتاع القاصرين، واقعه شهيره هذيك. شوف هذيك انا سمعت فيها رئيس منطقه الحرس سالته على لونفوي سبيسيال اللي جا في فرانس 24 ولا وتطويق المنطقه، خاطر قدام داري انا بالضبط، فهمتني؟ وانا نطل وقتها، فهمتني؟ وتطويق المنطقه من قبل متساكني حي الزهور، وكيفاش جاء الجيش خرجك الناس هذوك؟ ايش يقولوا لي؟ يقول لي هذوك راهم لونتيغون تاعنا نحن تاع الحرس الوطني، جاوا باش يشاركوا، وكان دخلوا هذوك معناها تصير مزجره اكثر. لكن معناها وقت اللي معناها شو اسمه هرب شو اسمه مازالوا ما وصلوش باش يشاركوا، هما ألزموهم باش يتوجهوا، فهمتني؟ نحو الواحد باش يشاركوا، خاطر ما عادش ينجموا الباب وحده ما عادش ينجم معناها يواجه معناها الاحتجاجات التي زادت زخما عدديا يوما بعد يوم. الباهي معناها والمشرف انه كل ما تزيد قتل كل ما يزيد شو اسمه المواجهات، فهمتني؟ ولا والاحتجاجات والمظاهرات تزداد زخما عدديا، ولا حتى كل شو اسمه المثقفين والأساتذة والنقابيين ولو ينضموا، فهمتني؟ خاطر علاش القتل هذاك زادهم الناس ما عادش تخاف الموت، ما عادش تخاف الكرتوش، بالعكس انا كنت نشق الصفوف ما بيناتهم ويحبوني ياسر، ما حتى في الوقت هذاك نسمع كان الزغاريت، وصدقني ما نعرفش يخيل لي ان الزغاريت هذيك اقوى من الكرتوش، وديما هكا الانطباع هذا معناها نتاع انه كانت الزغاريد من نوع خاص، فهمتني؟ فيك الوقت هذاك.